اليوم 16 من سبتمبر أيلول من عام 1973، 20 يوما تفصلنا عن لحظة اندلاع العبور المجيدة. لكن الاستعداد للحرب كان يدار من وراء عملية خداع استراتيجي كبرى. في ذلك اليوم تصدرت أخبار الاقتصاد والسياسة الدولية صفحات الجرائد المصرية، فيما أشارت صحيفة الأهرام والأخبار إلى تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي دافيد إلعازر آنذاك، الذي قال إن الدول العربية تجمع معدات عسكرية على نطاق عريض. بدت تصريحات إلعازر قلقة من حرب ما قادمة، لكن مع ذلك أخذ هو وجيشه على حين غرة بعد أقل من شهر من تلك التصريحات. كان من المتوقع أن تنشر الصحف المصرية تحليلاً لكلام إلعازر أو رداً من مسؤول مصري أو عربي على تصريحاته، لكن الجميع تجاهله تماماً. الأهرام أفردت بجوار تصريحات إلعازر صورة كبيرة ملأت صدر الصفحة الأولى، مرفقة مع خبر من أخبار الطرائف والعجائب. أسرة هندية تقضي يومين كاملين في قارب مصنوع من الخيش وهي معلقة فوق شجرة. خلت الصحف من أي إشارة إلى أي حرب قادمة. وعلى الصعيد الفني سلطت الصحف الضوء على مسرحية نيام نيام التي تقدمها فرقة تحية كاريوكا. وفي دور السينما توجهت الأنظار إلى عرض فيلم أبناء للبيع من بطولة الفنان رشدي أباظة. خدي لي إذن من سي حمدي بتاعك وأنا لم عزالي واجي أقعد معاكم. أيوة كده مال، اضحكي بقى أحسن والله أرجع في كلامي. وفي ملاعب كرة القدم ركزت الصحف على مباراة نادي الطيران مع الأهلي التي تلقى فيها الأهلي هزيمة مفاجئة. نقطتان خطفهما الطيران من الأهلي أمام 75,000 من مشجعيه. هكذا تماهت الصحافة تماماً مع حالة الصمت التي كان من المهم تصديرها إلى الجميع عمداً. لا معركة هناك ولا حرب قادمة، في حين كان العد التنازلي للعبور قد بدأ.